كم من عسق رداح في الجنة لأبي الدحداح. عن ابن مسعود قال: لما نزلت منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو الدحداح: وإن الله يريد منا القرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم يا أبا الدحداح. قال: ناولني يدك. فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي حائطا فيه 600 نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط، وأم الدحداح فيه في عيالها، فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي من الحائط، يعني الجنينة أو الحديقة، فإني قد أقرضته لربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عسق رداح في الجنة لأبي الدحداح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة فله مثلها في الجنة. قال أبو الدحداح: إن تصدقت بحديقتي فلي مثلها في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وأم الدحداح معي؟ قال: نعم. قال: والصبية؟ قال: نعم. وكان له حديقتان فتصدق بأفضلهما، واسمها الجنينة، يعني من عظمة ما فيها من ثمار وبهجة سماها بالجنينة، والجنينة تصغير جنة، وكأنها جنة. فذهب أبو الدحداح إلى حديقته، فوجد أم الدحداح والصبية في الحديقة التي جعلها صدقة، فقام على باب الحديقة وتحرج أن يدخلها، يعني لما وهبها لله تعالى، وقال: يا أم الدحداح. قالت له: لبيك يا أبا الدحداح. قال: إني قد جعلت حديقتي هذه صدقة، واشترطت مثلها في الجنة، وأم الدحداح معي والصبية معي. قالت: بارك الله لك فيما اشتريت. فخرجوا منها، فسلمها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح، لو اجتمع أهل منا أن يقلوه ما أقلوه، يعني ينقلوه من مكانه. وعن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان النخلة، وأنا أقيم حائطي بها، فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعطها إياه بنخلة في الجنة. فأبى. فأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي كله. ففعل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي. قال: فاجعلها له، فقد أعطيتكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عزق رداح لأبي الدحداح، والعزق النخلة بما عليها، ورداح يعني عظيمة. فأتى أبو الدحداح امرأته فقال: يا أم الدحداح، اخرجي من الحائط، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع، أو كلمة تشبه. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم.